حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القامشلي كينو كبرائيل، عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية. سيد كينو، أهلا بك معنا. بداية، يعني على ماذا تشتمل التعزيزات العسكرية وما هي المناطق المتبقية التي ما تزال تحت احتلال تنظيم داعش؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا المناطق التي بقيت تحت سيطرة داعش في شمال شرق سوريا هي منطقة مكونة من عدة قرى في وادي نهر الفرات شمال مدينة البوكمال على الحدود العراقية، والمنطقة الأخرى هي منطقة تقريبا بامتداد 150 كيلومتر مربع على طول الحدود العراقية السورية جنوبا من محافظة حزكة ومنطقة الشدادة. طبعا هذه المناطق لا تزال واسعة، ومعظمها ما عدا منطقة وادي الفرات هي مناطق صحراوية، وأعداد داعش متواجدة فيها غير معلومة بشكل دقيق حتى الآن نتيجة أسباب مختلفة. أما بالنسبة للتعزيزات العسكرية التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية، طبعا هي أمور تكتيكية بحتة. طبعا لدينا إمكانية الكافية سواء كانت من قوات مجلس دير الزور العسكري أو من ناحية التعزيزات العسكرية التي تم استخدامها من مناطق مختلفة من أجل إنجاح الحملة بشكل كامل والتأكيد على القضاء نهائيا على داعش من منطقة شمال شرق سوريا بشكل كامل. نعم. طيب سيد كينو، يعني كم من المتوقع أن تستمر العملية لتطهير المناطق المتبقية؟ ليس هناك وقت محدد بالنسبة للعمليات العسكرية، سوف نأخذ الوقت الكامل الذي نحتاج إليه من أجل ضمان إنهاء كامل تواجد داعش. هناك كما قلت مناطق صحراوية واسعة، ووضعنا أمامنا ضرورة وحاجة التمشيط الكامل لهذه المناطق لكي لا نعيش نفس السيناريو الذي تم عيشه في العراق في الفترة الماضية، حيث هناك العديد من الجيوب أو المناطق التي يستخدمها داعش وخاصة المناطق الصحراوية التي خلق لنفسه فيها دفاعات ومخابئ. فعلى هذا الأساس سوف تكون عمليتنا دقيقة، وسوف نحاول أو سوف نتأكد من القضاء على داعش بشكل كامل ونهائي حتى لا يعود للظهور مرة أخرى في هذه المناطق. نعم. طيب كيف يتم التنسيق مع التحالف الدولي أو السلطات العراقية التي بدأت مؤخرا عملية عسكرية على الحدود مع سوريا؟ طبعا التنسيق مع التحالف الدولي ليس بالأمر الجديد، ونحن نقوم به خلال السنوات الثلاثة الماضية. أما وعلى هذا الأساس فإن خلال الفترة الماضية من توقف الحملة كان الدعم مستمر، والتحضيرات أيضا كانت مستمرة سواء من ناحية التدريبات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية أو من ناحية الدعم العسكري من أسلحة وذخائر أو الدعم اللوجستي وغيره من التحضيرات التي كانت لازمة أيضا للحملة. واليوم أيضا تستمر التنسيق من خلال خطط العمل والخطط العسكرية الموضوعة للتقدم والدفاع ومختلف الأمور اللازمة سواء من كان من قصف مدفعي أو قصف للطيران. هذه الأمور جميعها تقوم بها الوحدات العسكرية للتحالف الدولي الموجودة في المناطق في منطقة دير الزور. أما بالنسبة للقوات العراقية فهناك التنسيق مستمر معها ليس بشكل مباشر من قبل القوات الديمقراطية، ولكن العراق كجزء من التحالف الدولي ضد داعش وكدولة عانت ما عانته من ظلم داعش ومن خسائر فادحة نتيجة هذا الإرهاب هي أيضا مشاركة في هذه العملية من أجل ضمان تحرير كامل والتنظيف كامل للمنطقة الحدودية الموجودة ما بين سوريا والعراق من فنود داعش وبقايا داعش المتواجدين في تلك المنطقة. سيد كينو كبرائيل، عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.